شوفيه شوفيه. ولا هيك على الوقف؟ انتوا اهل الكرم والضيافه. ما تاخذونا، تفضلوا. شكرا شكرا. ما بينت نيرمين يا ست ام عادل؟ نيرمين لما نزلت على الشام نحن اللي كنا معها، نحن رفقاته العامر بالشام، وجايين لهون لحتى نحلف لك بانه هاي البنت ما ارتكبت اي غلط. غلطتها الوحيده انه ما خبرتكم بسفرها. والله العظيم يا خالي، يعني هي صحيح غلطت انه نزلت على الشام، بس لمسامح كريم وانت قلبك كبير. يا ام عادل انا مثل اخوك وجاي عندك هلا لحتى نحل هاي المشكلة ونتساعد فيها. هلا البنت بتكون مرعوبة وخايفة، والانتظار ما راح يحل شيء، بالعكس راح يعقد الموضوع. نحن هلا راح نطلع من هون نروح لعند ام عامر وراح نحكي معها، بلكي الله هيك بيساعدنا ونقدر نصفي النفوس. خالتي كأنه ما بدك تردي علينا. نحن مستأذن ست ام عادل، نحن مقدرين صعوبة الموقف. الله يكون معك، خاطرك. يعطيك العافية.